بعض هذه المسائل التي ذكرت أيها الإخوة لا تخلو من خلاف بين أهل العلم، والذي أنصح به أنه في المسائل التي يترتب على الخلاف فيها أثر كبير مثل صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة، فعلى المسلم والدليل فيها غير واضح وغير ظاهر، ليس فيها أدلة نصية، وإنما الخلاف مبني على التعليل والنظر، فالذي أنصح به أن يحتاط المسلم فيها، أن يحتاط المسلم لأن الأثر كبير. فمثلا عند خلع الخفين أو المسح بعد انقضاء مدة المسح على الجوربين بعد انقضاء مدة المسح، الأثر مترتب كبير عند أكثر أهل العلم أن الطهارة لا تصح وأن الصلاة لا تصح، وإن كان هناك قول بصحتها، لكن أكثر أهل العلم يرون عدم صحة الوضوء. فكذلك المسح على الجوارب الخفيفة أكثر العلماء يرون أنه لا يصح المسح عليها، معنى ذلك أنك لو مسحت على جوارب خفيفة يرى من ورائها لون البشرة فطهارتك وصلاتك غير صحيحة عند أكثر علماء الأمة. ولهذا فمثل هذه المسائل الذي أنصح به هو أن يسلك المسلم فيها مسلك الاحتياط لدينه، خاصة أن الله عز وجل يسر علينا في الوقت الحاضر، يسر علينا هذه الجوارب والتي يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر، فعلى الإنسان أن يحتاط. يعني لماذا يلجأ لبس جوارب خفيفة مثلا ويمسح عليها ويعرض صلاته للبطلان وهو قادر على أن يلبس الجوارب الصفيقة؟ وإذا يعني لبس جوارب خفيفة لا يمسح عليها وإنما يخلعها ويغسل رجليه، هذا هو الأحوط لدينه والأبرأ لذمته.